القوات العراقية وبالرغم من تحسينات داعش الكثيرة فإنها تمكنت من تطهيرها بوقت قياسي وكبدت التنظيم وفق مصادر عسكرية خسائر جسيمة في العدد والعدة. هذا أحد مخابئ التنظيم الإرهابي. داعش ينكسر في جولة وراياته تسقط، بل إن من تبقى من عناصره على ما يبدو ترك حتى ملابسه هنا. أسلحة وذخائر متنوعة وعبوات كثيرة تم ضبطها في أحد